يا اهلا ايها الاصدقاء، انا حاليا دخلت في ورطة من خليتكم وسوي السد اللي اقولكم عنه. انزين، والسد وايد ضخم يعني، فما اعرف شو يعني. مرة واحدة ما انتبهت لموارد الاكل ونقص عندي الاكل وتوهكت ودخلت في مصيبة المصايب يا جماعة الخير. والحين جالس احاول اسوي نقطة الرجوع الى شو، الى الوضع الطبيعي، بس الحين مش قادر لا احصل ناس تشتغل ولا مثل ما تقولون يعني مصادر الماء قليلة، ووايد أشياء قليلة جدا، ومع أنه كان عندي يعني كم كبير من الناس. فالحين قاعد أحاول أرجع الأكل، صار له كم يوم في اللعبة مر يعني، وشوي شوي السكان قاعدين يرجعون. السكان موجود متوفر بكثرة يعني، أنا عندي سكان 200 نفر، يمكن 150 سكان عندي مكتوب فوق، بس عندي 30 شخص، وهذا يجعل الموضوع أسهل شوي أظني في الرجوع السكاني. بس لازم انتبه لشو الحين، للبناء لازم نبدأ نرجع نعزز الأكل بشكل ضخم جدا. قلت لكم قبل الأكل مصيبة، تذكرون موسم واحد بس نزل الأكل، شوفوا شو استوى في المكان، المكان بدأ يستوي مهجور. والله مصيبة مصيبة الأكل مصيبة. خاطر لو اقدر اشوف كم وظيفة عندي توتل يعني، حلو روونا عدد الناس وعدد هذا، بس كان احلى لو كانوا روونا شو كم وظيفة عندنا نحن محتاجين بالضبط، نعرف نوازن على اساسها يعني. المهم الحين انا شو سويت، ترديت حطيت البرايورتي هني البيلدينج باي هاولرز، ولا الناس اللي تبني، ولا القنادس هذه، وخليتهم هم الأولوية اللي عندهم الأكل. حلو، بس أحاول أبني نظام الري العجيب السحري هذا، وأحاول أسوي منطقة أكل هني. بس المشكلة الكبرى الحين الأطفال، لأن يكبرون يبالهم شوي كم يوم، ولكن ما عدا ذلك الأمور تمشي عادي يعني. شوف كيف الأكل قاعد يزيد الحين، شوي 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 السكان راح يزيدون، استوى 31، بس هذا معناه لازم ما أهمل الأماكن ولا الأشياء الزراعية، لازم أزيد منها. الحين أركز على مدخول الأكل، بزرع فوق، أزرع عند هذا قمح، هذا مكان بس ما بقى أحطي عنده بالضبط، لو أحطيه هني أحسن أحس يكون مكان من هذا القبيل بالطريقة هذه. مشكلة مال الري يغطيه كامل الحين هالمكان، ونقدر نحط مال ري ثاني، مش ضروري هو، متى ما يجون في ناس يجون ما عندي مشكلة أنا، ولكن حق الموسم نزرع زين ونحطي السون. أنا قاعد أجيب العيد زيادة، احتمال إحساسكم صحيح، احتمال جدا أن إحساس كبير أن إحساسكم صح، إحساسي أنا اللي بجيب العيد آخر شيء، بس قلت بجرب اسوي ولا اعاده بدل ما اسحب السيف ولا غيره، اجرب اني انا اقعد اسوي ريكفري. نبا قمح اكثر اتصور، لا مش قمح، نبا بطاط، بطاطا المشويه مفيده بالطريقه هاي. بنسوي، لا هني ما بنسوي بطاط لان هني بس، وبنسوي هذه المنطقه كامل لا بطاط، زراعه حول المكان هذا اللي هم عايبنهم، اساس من يون بنعطيه بعد هذا اولويه حق الهاولرز. بس نحن الحين بيلدرز ما عندنا تقريبا، وهاي مشكله ثانيه ان البيلدرز ناقصين وايد، لكن قاعد يزيدون مره ثانيه. بس اللي لازم انتبه له صدق 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 كميه الناس اللي تشتغل عندي في الاكل، وكميه الاكل اللي قاعد تدخل تطلع، لسبب ما اظني المخازن ما قاعد توصل لكلهم، فانا عندي مشكله ثانيه في التخزين، يمكن ان هذا يوصل لهم. اوكي ما عنده مشاكل. الحين هذا يوصل للجرد، هذا يوصل للجرد، يوصل للمخزن الثاني، وهذا اهم شيء. المفروض ان هذا اهم شيء، انه يوصل للمخزن اللي هو موجود هنا. على فكره الجرافكس مال اللعبه وايد حلو، حتى لو تطلعونه من فوق جميل جدا. انزين، ها معناه بيكون في سيزون ثاني شكل حق هاللعبه هاي، بس لان هاي بري ريليس الحين، وبالنسبه للبري ريليس ترى جباره جدا الطريقه اللي قاعد تشتغل فيها اللعبه.
طريقة قوية جدا. وبعدين ياسين ناخذ اساسيات اللعبة، هاي اول مرة تجرب فيها اللعبة فعليا نلعبها، فبالتالي نحن جايين على موسم الجفاف في يومين. اتمنى الماي اللي موجود يكفي، عندي 200 شيء ماي، بس عندي شيء 30 شخص نظريا بيكفيهم، فعليا ما اعرف. طبعا هذا المكان فضيته من الناس، استوى ديستركت بدون ناس، جبت الناس اللي خلصوا المكان ثاني، وعندي مثلا اماكن فيها مثل هذا وقفته، هذا وقفته، هذا وقفته. اذا داوم في هذا ناس فيكونوا قليل، عندكم هذا يداوم في واحد. اول مباني اللي بنيناهم قاعد يداومون فيهم ناس، ما عندنا مشكلة، الانتاج شغال، الخشب بعد شغال، في عندنا ناس شغالة على انتاج الخشب وعلى تقطيع الخشب، عندنا ناس موجودة بعد هني، ما عندكم مشكلة هني بعد ياس يشتغلون على اساس يسيبون يرجعون يرفعون الاقتصاد شوي 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 شوي. طبعا هالمبنى السكني يمكن كان غلطة قبل الاكل، بس الحين شوي شوي تشوفوا في اليوم قاعد يكبرون عندي، وقاعد يزيد مستوى الناس اللي موجودة عندي، والحين أتمنى يبدأون أنهم يشلون هذا الشير، هذا أنهم إذا شلوا الشير شوي بنرتاح، بنسوي مصدر أكل ثاني هني، وبنعطيه أولوية، بنسوي هني مزارع بطاطا، على الأغلب بنزرع البطاطا ما يحتاج كم كبير من الناس. هذا يعني مصيبة في اللعبة يوم ما تحسبون حساب الإيكونومي كامل. أيوة هاتوا بطاطا، نبغى اكل، الوضع محتاج اكل. طبعا اعطيت اولويه حق مال الاكل، بس بعد مش كلهم فيهم حد يشتغل، انا هذا اللي مش مركز، مش انه مش مركز، اللي شوي ملعوزني انه مو قاعد يشتغل نفس ما انا ابا. يعني اماكن التخزين عندي وايد، ترى التخزين انا يعني بشيء خرافي، بس هل التخزين ياخذ؟ لا ما ياخذ، ما ياخذ عدد من الناس. الحين زاد الأكل، يا سلام. إذا وصلنا الحين 60 عامل، معظم الخدمات بترجع تشتغل طبيعي، فبنبدأ نسوي شيء. الشيء العجيب إنه في الأكل ما في شيء بحري، يعني السمك ولا شيء ما في. هذا شو أخباره؟ هذا ما بنسوي 1.5، هذا كم؟ هذا 0.5. هاي كلهن بنسويهن شو؟ 0.5. المشكلة أنا مش فاهم هني، اذا يمكن ان المكان ضيق وفي سد، بس هني يمكن ان المكان وسيع يقدر يحافظ على الليفل، بس مبدئيا بخليه 0.5 يوم ينبنى. انزين بعد ما ينبنى هني شوفوا بعد في غيره يوزع الضغط، فاتمنى هذا يعني انه يسوي شغل في المكان. شوفوا طبعا تصميم المكان، شوفوا كيف 3 خطوط شارع مشي، اختصارات لهم قدر الامكان. ممكن نبدأ ترى هذا على الأغلب أبقى أشله، عرفتوا؟ إذا شليت هذا أتمنى توزيع الضغط اللي هني والضخامة اللي هني تعوض لي شو اسمه النقص اللي موجود، يعني على الأقل اللي هني الماي يتم ارتفع عن مستوى هني، لأن هني أظن المكان شوي غلط اللي أنا بنيت فيه في البداية. بس خلنا نعطي أولوية للشو اسمه نفسه، لهذا للبدي ولا اسمه نفسه. شوفوا قام يزيد عندنا العمال، قام يرجعون الوركرز، قام يستوي عندنا اشياء، قام فممكن استعاده الاقتصاد في هاي اللعبه. في العاب وايد خلاص اذا فقدتوا الاقتصاد صعب جدا انكم ترجعوا له. في اشياء نفس هاي اللي فوق احس اني بخليهم زينه، ما بقى الحين وايد ريسيرش، شبه ما بقى ريسيرش اصلا صراحه بالطريقه هذه، لان تقريبا عندنا كل شيء، فالحين البحث البطيء يمشي حاله. يعني في اشياء قليله انه سايت ابو 1400 شيء، يعني هذا ويندمل ارت، خلينا ندق اسم مثلا، اوه فنان، 300 اتش بي، 300 عفوا، القوه ماله 300 حصان، هي اتش بي صحيح. الحين يوم هذا يكتمل، شوفوا الموسم، يا شوفوا موسم الجفاف، عندي 400 اكل، عندي 64 ساكن بشكل عام، وعندي المشاريع اللي هني، في مشاريع ما بتوقف من يرجع الماي وايد، هذيل كلهم راح يتأكدون ان المشاريع كلها ماشية من الاول الى الاخر. يعني ياسين نحاول يعني ان نسوي بحيرة صغيرة هني للماي، عرفتوا؟ لان اذا الماي تم ماسك هني لمستوى معين حتى يوم الجفاف يجي فوق يتم ماسك عنا نفسه هني. تشوفون كمية ماي البمبات بعدها شغالة في الموسم. شوفوا نبغى نسوي نفس المبدأ بس على مساحة ضخمة
جدا هالمساحة إذا سويناها راح تفرق عندنا سما وأرض ترى على فكرة، يعني لأن هني هاي اللي بيتمون شغالين خضر كل شيء. الحين شو دراينج يقول لك بيموت قاعد ينشف لعدم وجود المي، بس بعدين بيكون في مي فأمورنا طيبة. الحين يا سلام وصلنا 64 شخص، أوه أن هذا الشيء يطلع الروح اللي يستوي في اللعبة صراحة صراحة صراحة. بس حاليا شكلها جميل صراحة، شكليا رائع جدا. لا زين، لا وايد زين، وايد زين، وايد زين. اوكي موسم الجفاف خلص، الماي مفروض يبدأ يرجع من هني. يعني يا ماي دخيلك ارجع خلاص. ايوه شوفوا هذا منبع الماي الاساسي. ها لحظة، اذا هذا منبع ماي اقدر افجر مكان ماي جديد ولا ما اقدر؟ فرضا عندي اماكن ماي، هل هذا في هذا هني عند الجسر مالي؟ بس ما في اماكن ماي ثانية صح؟ ما اتصور، لا ما في، ما في للاسف ما في. اللعبة ها زاوية اللعبة وصلنا. اللعبة الصراحة فيها وايد اشياء حلوة على فكرة. بحاول اني تحت الماي هني تحت اماكن الماي من البيبات تنزل ادقه ب ديناميت ثاني نفس هذا، نفس هذا اسويه. شوفوا عميق اساس الماي يسحب اكثر. شوفوا هذا الماي قام يرجع، يا سلام. الحين بخل الماي عندنا بيزيد، كل شيء بيزيد، الزراعه بتزيد الى اخره الى اخره الى اخره. بس نبغى نمسك كميه من الماي عندنا، نبغى نمسك كميه من الماي عندنا. الحين اللي بسويه هاي اللي هني حس اني ما باهم. يس يس احس ان هاي المخربين الدنيا. هذا عادي برايه، ليش؟ لان هذا يمر منه الماء طبيعي ولا كانه موجود. من هالسبب بنيت من هاي الكثير يعني. فالحين اذا بنوا هذيلا الباقيين هاي تكلفه عاليه جدا لهذا المكان صراحه، تكلفه وايد عاليه حاليا. بس اتمنى ما اغرق المكان، لان هذا نظريا بيكون ما يغرق المكان. بعدين بيستوي عندنا ناس، وها 55 وصلنا. نايس 55 تحسه في راعي. تشوفوا عندي وايد اماكن نفس هاي، بس افضل اني ما اسويهم في المستقبل، لان هاي اللي يستهلكون موظفين، واستهلاك الموظفين كان مش صحي بالنسبة لي بدون ما ازيد عددهم. كان عندي اسمه مثلا هذا لاكس باور، هذا للحين ما عنده وود. تخيلوا ليش هني عندي وود اصلا؟ دي 3-2 وود. اوكي الحين شو اسوي؟ ابا هذا اسوي له ستوب، ما يستقبل. اوكي ما نبغى يستقبل اي شيء. انت تعال، ليش في 8 هني يشتغلون؟ نقصهم. اقول الحين ما نستعمل المدينة الماضية صح؟ 7 معناه بيشتغلون اماكن ثانية، بيسوي لي اشياء ثانية وايد. يا سلام الحين بس 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 اللي اباه هذا عندي يكتمل. هذا مشروع ضخم اكتماله يعني وايد شغل. لحظة الحين هذا انا ما ابغى يكون برايورتي، ابغى البرايورتي السد نفسه، لاني اذا قدرت اجمع السد نفسه شوفوا اقدر اجيب اماكن ماي. الخطة الاساسية مالي ادقها بالطريقة هذه، ماي شوفوا هذا ماي هني واحد زين، نرفع مستوى الماي وندق تحته تي ان تي اذا قدرنا. يعني اذا قدرنا ما نقدر اذا بنينا نحط تي ان تي صح، خلنا نهدمه. الخطة ان عقب يكون عندي تي ان تي، اجيب تي ان تي هني واسوي حفر عميقة تحتبس كميات ماي اكبر بالطريقة هاي في المكان هذا. شوفوا بالطريقة هذه بيكون دور ما دور المكان هذا اعمق من باقي الاماكن، يعني ممكن اشيل فيه ماي كمية طيبة. طبعا ما اعرف التي ان تي تكلفته هل هو بيكون معقولة بالنسبة لي ك الكينجدوم مالي ولا مش معقولة، انا مش عارف صراحة. بس انا اتمنى تكون معقولة صراحة، انا اتمنى تكون معقولة، لان الحين ايه وين صار وين صار. اكبر مشكلة عندنا الخشب، والخشب هذا والمشروع الجسر وايد قاعد يستهلك بشكل جبار جدا. شو خشب كونستكشن كانت بيدان اكسبلوسيف، اي لو فجرناهم والله احس بيسوون شغل. يعني عندكم هني وعندكم الخط اللي هني
نسوي فيه نهر بعدين ما نحتاج التناكي، ترى بعدين ما بتشتغل الا موسم الجفاف، الحين تشتغل في كل الموسم، هاي بعد ترى مشكلة ثانية. نباهم نحن ما يشتغلون الا في موسم واحد فقط. زين هني اللي فوق لا لازم على طول يشتغلون. انزين يا سلام، اوكي الحين يو شلو هذا، فشو بحطي؟ حطي بزيد البطاطا اللي هني، بزيد البطاطا اللي هني لان استوى عندي عدد ناس، كل ما يزيد عدد الناس الحين كل ما يكون بالنسبه لي ادفانتج كبير. واهم شيء هذا 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 تخلص الحين، منسوب المي عندي بيرتفع كامل، لان هني مرفعه كان عندي يغرق المكان هذا في اول موسم، بطريقه اني ما اغرق المكان. المفروض نظريا لو اوصل مي لهني ما يغرقه، نظريا المفروض اوصله لين ارتفاع 1.5 عادي، انه بعده تحت المستوى، بس ما ادري اذا هل الشيء هذا بينجح ولا لا. الحين بنجرب على مستوى 1 لان هذا كنت مخلينه النص، ترى هذا الحين وايد تركي، وايد وايد يخت على 1 وايد صارت شغل. انزين بيلدينج ازنت كونكتد ديستريكت سنتر، انزين هذا معناه يبقى مش عيب ان المكان برايه، هذا الحين برايه مش مشكله. الحين هدفي الاساسي اشوف الاكل قاعد يرتفع، مرتاح نفسيا، المزارع اللي فوق راح تشتغل قريبا. انزين اللي هي هذه عليها اولويه نفسها نفس الجسر، وعندك باقي الاشياء شوي شوي شوي، حبه 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 راح تشتغل. والله هذا هذا الشيء مش غلط ترى على فكره، عم يساعدني شوي في الخشب، بس المشكله ياخذ موظف، وهل انا اقدر الحين اتحمل تكلفه الموظف يروح هناك؟ هيو يستانسون الحين. ترند اوف ترند اوف ترند اوف ترند اوف، ما نباكم خلاص. تو بيلدينجز لاكس باور، هذا انا اعرف عنهم. نثينج ان رينج، انت بنت في حد يشتغل فيك، اي انت بتحتاج، ما عليه الحين بتقطع الشير كله، كل هالشير ما جاهز ولا شو السالفة؟ من شو زعلان هذا؟ شوف يوصل في شير وايد. هذا شو لمبر جاك؟ ايوه مفروض تطلع تقطع، على كيفك انت ايش اسمه ما توصل، وانه ما منه فايدة. انزين الحين هذا بيحصل خشب، وهذا هذا 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 ابا هذا ينبني، انا ضروري هذا ينبني، بس مشروع اكبر من اللازم. بس والله ان اللعبة جرافيك مالها حلو الصراحة، شوفوا يا سلام، بس تكلفة كل شيء عالية نوعا ما في اللعبة. خلنا نشوف. واو قاموا يستوون وايدين مرة ثانية. يا ساتر، تعال ابا اثنين هني، ابا ناس تبني الجسر الحين، بس هذا الجسر مشروع ضخم. شو ارتفاعه؟ اوه هم بعد مربع نازل. اوكي هذا اللي قاعد يصير في اللعبة، الاشكال والهذا وال شوفها المفروض ما يستعملونهم الحين، خلاص في ماي بس ما حد يستعمله. ليش؟ لان الحين في ماي في الموسم، بعد ما الموسم يخلص نظريا المفروض يبدا يستعمل شو المخزون. ها يعني الحين قاعد يخزنون اي شيء زياده انتاج ماي ضخم في هايل، بدون الموسم بعدين اقدر انتج، يتم انتاج الزرع مثلا. بالنسبه لي الخطه الحاليه كيف يستوي صدق ما اعرف، يتم شغال اوريدي انا على 700 الحين، وهذا اوريدي قريب يخلص، 1 2 3 4 5 بيبنونه. اوكي ابا يستوي هذا، شو زرعنا؟ بطاطا بوتيتو. بيلدينج اند كونكتد تو اني ديستريكت سنتر، كيف؟ انا اقولكم كيف كيف، لاني انا انسان ما حطيت شوارع حق هايل اوصلهم في مكانه. وهذا طلع فوق ولا شو؟ لا بس مجرد شارع.
nothing and to do in the range وكلها شير ها اكشو شير هذا كله انا هذه اللي خروني ارمي بند الاثنين عندي خشب يكفي قريبا من اللي محتاج الزراعه اكثر من خشب سوي برايورتي عليك باي هاولرز وخل هاي اللي يبنون هاي اللي انتم تعرفون الشغل اللي بيسووه لنا لان اذا عبينا الماي هني الاقتصاد مالنا هتشوفون الماي هذا كله اذا تعبى ليش قاعد يستهلكون حق الزراعه سؤال جميل صح ولو هو بعد له شغل ثاني كرازن بتكنت covered in water irrigation becomes must ها موضوع ثاني الحين ها موضوع ثاني انه قاعد يستهلكون المويه اللي هني تصدقون بس بعد بيعيشهم فتره في الموسم على امل كله على امل شو الاشياء اللي عندي تشتغل نفس ما انا ابغاها تشتغل يعني الحين هذيله لو يبدؤون بالزراعه يسوي لي خير مثلا ما قاعد يسوي لي زراعه شوفوا ليش ما قاعد يزرعون لان هني المكان مش اوكي اوكي المكان هذا مش عدل هو المفروض اني ازرع هني واطلع بالبنا فوق البيوت صراحه كانت غلطه تخطيط من البدايه لاني ما فهمت اللعبه كيف تشتغل بس الحين اعرف اللعبه كيف تشتغل المفروض اغير شوي الترتيب الحين هل هذا construction site far from builders زين بنشغل هذا ونحط فيه نفرين اوكي كيف فار ها far from builders بالطريقة هاي يعني احسبها نقدر نسوي شي بعدها فار زين اذا نسوي الطريقة هاي ونعطي فوق الشارع شو بيستوي هل راح يسوونه ولا ما راح يسوونه هذا السؤال الفعلي شوف شو خشب عندنا 11 زين بنشوف هني اذا بيسوون هذا لحظة صبر نقدر يمكن يس نسوي وصلة كهرباء بين هذا وهذا ونرفع الأولوية فإذا سووا هذا الون لوك إذا وصل الكهرباء على شكليا بيوصل الكهرباء زين خلنا نمسح اللي خلنا نشوف بسم الله يلا تعال ابني 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 يا وحش يا الله هاي ما يبون يبنوا شيء كم عدد سكاننا 100 وشيء استوى عنا يا سلام الحين المية وشوي هاي ترى بيسوون شغل ترى زين وهذا على التمبل عند المعبد اخضر والله حلو مش غلط صراحة هذا اشتغل needs power to generate more انزين هذا معناه ممكن هذا ممكن نستغني عنه يس اخي اني صرفت عليه هذا وايد اشياء بيرجع لي مثل مالي لا طبعا زين ابى امسح هذيل زين صبر يمكن يقعد صبر اوه زين خلنا نشيل هذا انا اخبركم يس ونجيب هذا
هني ونحط قدامه الشارع، معناه شو بيستوي؟ هذا بينبني. اوكي هوبفلي. كم جير عندنا؟ عندنا 300 جير، عندنا متل وايد. بلانك كم عندنا؟ عندنا وايد بلانكس، 200 بلانك، معناه اوكي، معناه اموره طيبه. هاي شو قاعد ينتج؟ اشوفوا ينشفون ورقه. الورق يعني لازم بالنهار ينشفونه ولا شو؟ يعني ما في انتاج ورق عالي. هذه مصيبه المصايب عيل. انا مستانس بيكون عندي ديناميت وهذا ودنيا يا الربع يا الربع، اللعبه تطلع روح شوي. يعني شوفوا انتم مشروع، نحن الحين 25 دقيقه في الحلقه، شوفوا بعدها هذا في الطريق، بعدها مش قريب، ان شاء الله ما يغرق الدنيا. بس ان شاء الله بيرتفع المستوى اكيد لانه ضيقنا عليه. شوفوا انا بارفع المستوى بعد، وابى اسوي حفره فوق المستوى المرتفع، لان الحين نحتاج ماي. خلاص سالفه نحتاج ماي، نحتاج اكيد. اوريدي قاعد ياخذون انتاج البيبر. اوكي مو مشكله، هاي ما يضرون. نحل اللي هو يزيد النمو ماله. نايس نايس والله، مش غلط والله. في اكل الحين، في انتاج اكل الحين. هذا شو اخباره؟ ها محصل بعد، محصل. هذا بيكون عندنا اول ديناميت الحين، اول ديناميت، اول ديناميت. يا سلام متحمس على الديناميت انا، الديناميت والسد هذا انا متحمس له، لان لو هذا فعلا خلص اوريدي مستوى الماي قام يرتفع. يا سلام هني هذا مستوى الماي هني ما قدرت اني اضبطه صراحة من هذا المكان، فقلت يمكن من هني اذا سوينا سد عود معناه عندي حاوية كبيرة، واذا ضفنا عليه حفرة معناه شي زين. زين معناه اذا بيحطون ديناميت اول وين بيكون؟ هني. يا كثر دي. ايوه هذا الديناميت، بسم الله. جاهزين؟ ايوه كلام كبير، كلام شو كبير. اول شيء النقطه اللي هني بنمسحها، يس. زين وبنيه بديناميت هني، وهني ما في ديناميت، بنترياهم يحطون لنا صف الديناميت هني. هني بنسوي ممر عادي جسرتي غيرون. هني بنسوي شو اسمه شيء ثاني اصلا، كله يمكن اسكره جسر، كله سكر هذا، بس وايد خشب يباله صراحة. هل يحطون النظرية مالي، هل نظريتي صحيحة ولا خاطئة؟ قلنا قبل هاي خلنا نعطيهم برايورتي. زين وهاي وهذا هاي برايورتي، هاي السكند برايورتي كلهم، اساس انه ما يحطون وين، ما يحطون تحت الماي اول، لان اذا حطوا هني اول بنتلعوز. يا سلام يا سلام، اول شيء يلا يلا ارتفع مستوى الماي. شوفوا يا سلام الحين الماي قاعد يطلع من، ايوه وين هني؟ اوكي في واحد هني حطنا البنا. نويس الماي يرتفع، معناه هاي شغلهم الحين بيرتفع، اللي هني بعد شغلهم بيرتفع، كل حد شغله بيرتفع. هاي شيء كبير. الاكل 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 اهم شيء، تم 1000 2000 1000 2000 1000 2000 اهم شيء. هاي اللي بروحهم برايهم، لان يوم يكتبون تب كلهم ينقعون بعض ما عليه. انزين اخيرا اخيرا مشاريع قاعد تكتمل اخيرا. تعرفون بعد شو انتظار هني في اللعبه هاي؟ يا سلام هذا بعد بحطي هاي برايورتي، لان بحطي واحد مال مي، بتشوف كيف الفرق في العمق.
لأن إذا كان في عمق معناه بمفروض هني طبعا الصفحة كامل ديناميت صراحة، فأجله أحسن، أجله أحسن، لأن هني إذا استوى عندنا الديناميت اللي هني اكتمل موضوع ثاني. انزين الحين الأكل محتاجين نسوي مصدر أكل زيادة، أنا مش مرتاح لمصدر الأكل، وما بقى أحط مصدر أكل هني مثلا فوق وايد، هني يمكن أدخل ديناميت كامل أسوي هني مزارع ممكن، بس هل راح توصل؟ إلا إذا أسوي هذا المكان أحوله إلى شو؟ مزارع، خلاص هالمستعمرة هاي تستوي مزارع. الحين ترى بس يوصلون هايل، لأن الحين قاعد يوصل شوفوا، بس يروح حبة ديناميت ويرد. أنا هذا اللي أبغى أسويه. وهني خلنا نشوف، هني خلاص هني الماي يتسكر، شوفوا إذا حطيناه على 1.5 شو بيستوي؟ إن شاء الله ما يغرق المدينة، 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 يا الله لأن سواها قبل، سويتها قبل، غرقت المدينة، يا سلام. لو يقدر يحافظ على الماي بالطريقة هاي بدون ما يغرق المدينة، نحن معناه قاعدين نسوي بروجرس غير طبيعي. معناه اللي قاعد يسوي هنا غير طبيعي، بس مشكلة أخاف هي الصبح على المد والجزر، أظني فيها مد وجزر هي هاي اللعبة كلها، فتبدأ تغرق شوي، بس إن شاء الله ما تغرق، لأن إذا تم الماي بالطريقة هاي أنا حياتي طيبة، بس أظني كان محتاج فتحات أكثر. أوف نقص الماي، ما قاعد يسوي بوش كامل، نايس نايس يا جماعة، مو ماي ها معناه اللي هني اشوف بيبخون ماي بخ مفروض المدينة، بس مشكلة هاي قاعدين ينهبون الماي عرفتوا، فشو بسوي؟ اول شي بنركز على المكان هذا انزين، ندخل فيه ماي، ابغى اشوف اذا وصلت ماي لين هني، بس شوفوا فهني نقدر نحط ماي، بس متردد انا احط ماي ولا اكمل الديناميت، لان انا قاعد اطمع وايد والله ما ادري الحين بعرف هل لا ما بكمل الديناميت خلاص، خلني الغي الديناميت زين، التكسير 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 هاي انستراكشن، خلنا نلغي الديناميت يس، ديناميت ثاني يس، خلنا نحط موزع مي، موزع الماي الحين هني شي شوية مخادع، بس ابى اشوف هل ممكن التعامل وياه ولا مش ممكن التعامل وياه، يا انا موسم الجفاف، يا انا موسم جفاف، بس نحن ماسكين كمية ماي الحين، المفروض يكون في فرق، ما يكون نفس الشي. انزين خلنا نحطي بامب ماي هني بالطريقة هاي، نقدر نحط هني، نقدر نحط هني، نقدر أو نحط هني غير هذا هني، ممكن نحط هذا، هذا يحتاج كل واحد فيهم موظف، بس الحين شوفوا نحن ماسكين ماي نظريا، ماسكين ماي، فهل أنا أعرف هذا نحن ماسكينه ولا؟ خلنا نشوف قاعد يعطينا ماي ولا ما قاعد، قاعد يعطينا ماي، لا ما وصل الجفاف. اوكي بعده ما بقى شيء، باقي عليه 2 3 دايز بيوصل. انزين نحن الحين الهدف ان عندنا مخزون ماي، مفروض ان هذا الماي يطلع تحت يعني، ولا ماي يروح تحت مستوى معين، يتم عندنا كمية ماي في السد هذا ونتم نشفط في الماي هذا، بمعنى ان زراعتنا تتم مكانها. انزين انت اللي ما عندك شيء تسوي ان ذا رينج، بهدم المبنى وبشغل المبنى الثاني يمكن يوصل للستور، كنت ما توصل للستور ما اعرف صراحة، nothing to do in range، معنا لمبر جاك فانا مش فاهم الحين بالضبط ليش، بس بعدين الاكل زين كل شيء زين، منسوب الماي راح يكون رائع، صبر 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 اكتمل صح،
خلنا نشوف بسم الله. لين هني الجفاف شوفوا. مي. ارتفاع الجفاف لوين شوفوا. شوفوا. نظريتي ممكن تستوي 100% يا جماعة. ممكن اسوي المكان كامل اخضر بس بالنهر بسيط. ووو تعرفون شو يعني؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ هذا يعني الكثير. الحين يبالنا نكثر الماي صراحة. بخلي الديناميت شغال بروحه لين يحط الخط اللي هناك، لان الديناميت بياخذ وقت طويل. شوفوا ماي موصول هني في التناكي يروح لين هني احمر. بس مش مفروض هم يسوون ترانسبورت اصلا اظني. انا هاي اظني، هاي كلمة اظني اللي بتيب فيني العيد. تعرفوا شو يعني بتيب فيني العيد؟ زين خلنا نشل الجذور اللي هني. لا مش اللي هني، اللي هني كامل ما نباها. لا مش هني بعد، اللي هني كامل ما نباها، واللي هني كامل ما نباها. انزين ونبا نشوف الماي شو وضعه. والله منسوب الماي الحين مستوي مثالي ثابت خلال يومين، ما عندي مشاكل مع منسوب الماي. بس السؤال الذي يطرح نفسه، هل اقدر احطي تخزين في المكان هذا؟ اقدر احطي تانكي عند كل منسوب ماي بالطريقة هاي مثلا. هذا تانكي اوكي، لكن هل هذا التانكي راح يخدم المنطقة كاملة؟ موضوع ثاني. حرام اخسر المي، حرام اخسر المي، لان هذا المكان حق مي. والحين صار عندنا يقدر هذا ياخذ كمية تشوفوا طيبة من المي. والله بعدني افكر في سالفة ال تي ان تي. يعني ها كم ياخذ؟ 0 من 15، 0 من 15. ليش؟ ليش ما قاعد يودي ماي؟ صفر في المية. معقولة في تشبع ماي؟ في تناكي هني. يمكن ما في عندي شعب كفاية يسويهن. في عندي حد غير مداوم. انا بلوي 30 صح؟ ابى اخلص موضوع الزراعة سريع سفري انا. فشو بسوي؟ بزيد اماكن، واحد اثنين، بزيد اثنين من الجماعة حق الزراعة. عندي 30 ما يداومون اوكي. منو هذا؟ نت كونكتد. انت بهدمك. يس اوكي. هم ما يبنون هني لانه ما في مي. زين هني بالذات. يا نصيف. يا جماعة المخطط ناجح، مخطط ناجح 100% 100% المخطط ناجح. نحن قاعدين نستهلك الماي اللي موجود في السد. شوفوا شوفوا الجفاف، بس ما أثر عندنا الجفاف تقريبا. معناه أقدر أستغني عن هايل إذا السد ناجح. ما لي حاجة في هايل، بس عندي 30 انا امبلويد خلهم بشغل. هذا ما عنده شو لوج، ما عنده صح. ما بشغل انا هايل، ابى اشغل هايل الحين. ليش؟ لان الحين هذا انا بشله اوكي. يس وابى اجيب ديناميت هاي برايورتي هني. هذا الحين اشتغل من منسوب المي ولا من مخزون المي اللي موجود عندنا. شوفوا من نوعا ما عندنا مخزون، بس البمبات مفروض شغالة. ايوه البمبات شغالة قاعد يبخون. نايس دام البمبات كل تشوفها 9 مي ياس ياخذ. واو علينا موضوع كبير جدا بالطريقة. بس قاعدين نستهلك المي بشكل مجنون ترى لو ملاحظينه. منسوب المي قاعد ينزل. لو ملاحظين ينزل، تشوفون كيف ينزل المي، يبين انه قاعد ينزل المي. بس وايد ماي هذا، ولا 20 تنكي.
قاعد يبخون ماي لايف. بيلدينج از فل. واو انزين قاعد يبخون ماي بخ، ما عندهم مشكله. انزين ابو هذا الحين 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 ابو هذا، ابو هذا حد يجيب لي تي ان تي، ابو اسوي ديتونيت عسب اشوف شو الموضوع يوم يتعبى هني ماي. انزين هذا معناه نقدر نسوي سكند رو بعد عشان مع السد يشتغل مالنا، يعني نسوي صفة ثانية من الديناميت إذا قدرنا. عسب منسوب يجي من عندنا من وين؟ من السد اللي محبوس هني. منسوب كبير جدا يا جماعة، يعني شيء خرافي، شيء كبير جدا. شوفوا بكل الفترات هذا كان من قبل هني، ولا أنا متأكد إني وصلت للنهاية الزراعة ولا ما أعرف صراحة. زين الحين اللي نبغى نسويه ديناميت وينه؟ وين ديناميت؟ ما في ديناميت. وين حطيت مصنع الديناميت؟ بيلدينج نيدز باور. او شت نسيت موضوع الباور تماما تماما. لحظة اقدر ادف هني. اوكي اقدر اظني شو اسوي؟ اجيب بلاتفورمز هني اعطيهن برايورتي ان شاء الله يبنونهم وابني فوقهم. واحد من هذا وابني هذا. هذا اذا بنوه الحين يعني في وقت الاحتياط راح يخلي هذا شغال يعني نوعا ما، عرفتوا؟ قدر الامكان. هذا كم انتاجه اصلا؟ صبر، هذا ممكن يوصل يقولكم 300 ممكن، واستهلاكه مم 430. ممكن نحطي واحد هني بعد بالطريقة هذه، وني باور هني على اساس في كل المواسم يتم شغال. بس مشكلة اظني يستهلك موظف او ما يستهلك موظف. انا ما بستهلك الموظفين لو ان عنده فاضيين، يعني مثلا عندي 33 موظف فاضي الحين، 33 شخص هايل وشغالين والله على خدم النسخ. انزين هذا شو اخباره؟ هذا كم واحد فيه؟ 4. خلنا نزيد هذا بعد 2 لان هاي البلدرز شغالين شغالين بمعنى الكلمه. انت ما في حد يجيكم. شوفوا الحين هذا بحد ذاته، هذا هني مجرد ان نحطي صفه ثانيه بس لو يبون اتمنى يبونه يعني كانت قلت ماتيريال، لان هذا مبند بس هذا لازم يكون فيري هاي برايورتي. يباله موارد، يباله جير بيبر 30. اوه شت يباله بيبر. لا 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 متفقنا على البيبر. انزين ها معناه ان احنا في الفيديو القادم بنشوف شو موضوع امداد المكان هذا بالديناميت. نشوفكم في فيديو قادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.